الديربي اللي يجمع الهلال بالنصر، النصر بالهلال، مباراة دوري وبعدها بكم يوم مباراة الكأس، أهميتها، مدى تأثيرها للفائز وللخاسر، وممكن كمان تروح تعادل إذا هي مواجهة دوري. نفتح هذا الملف نتابع. قبل قمة الهلال والنصر المرتقبة ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تظهر العديد من الآراء وتبدأ الحسابات المعقدة والتكهنات بما سيحدث أو ما ستخلفه تلك المواجهة الكبيرة. ولعل من المناسب هنا أن نذهب لأهمية اللقاء بالنسبة للطرفين. فالهلال يبحث عن الانتصار للاستمرار في الصدارة ولتوسيع الفارق مع غريمه التقليدي الذي لن يتوقف طموحه في هذه المرحلة، فالخصم هو النصر الذي يملك من الإمكانيات ما يجعله منافسا قويا للظفر باللقب، لذا فالخلاص منه مبكرا سواء بالفوز أو التعادل يعني المحافظة على حظوظ الظفر بالبطولة بنسبة كبيرة. أما أصفر العاصمة فيبدو أن الظروف وضعته في موقف حرج جدا، وهو مطالب بالفوز في اللقاء المقبل ولا غير ذلك، فالانتصار وحده سيمنحه فرصة المحافظة على حقوقه في استعادة لقب الدوري، أما الخسارة أو التعادل فقد تنسف جميع آماله في هذا الموسم. المباراة وبعيدا عن أهميتها في تحييد أو تحديد المنافسة على لقب الدوري، قد تلقي بظلالها على مباراة الختام لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فالمدة الزمنية الفاصلة بين اللقاءين قليلة، والنتيجة أيا كانت ستؤثر بشكل كبير على الطرفين، لأنها بالتأكيد ستعطي دافعا معنويا للانتصار والظفر بالكأس الغالية للطرف المستفيد من لقاء الدوري، وفي نفس الوقت قد تجلب الإحباط للطرف المتضرر فيفقد تركيزه ويواصل الانكسار مرة أخرى. لذا من يتمكن من تحديد أهدافه وترتيب أوضاعه ووضع التخطيط المناسب الذي يحفظ له التواجد بقوة في كلا المواجهتين بالتأكيد ستكون له الكلمة الأقوى في المباراتين.